السلام عليكم. في هذه الحلقة سنرى كيف أن استغلال الوقت الانتقالي والانضباط في المواعيد وعدم تضييع الوقت في الهاتف هو سر إدارة الوقت. الوقت الانتقالي. الطريقة 16 لإدارة الوقت هي الوقت الانتقالي. في عالم العمل اليوم المنافسة صارت كبيرة جدا، سواء بين العمال أو الشركات، ومناصب وفرص العمل صارت قليلة. وعلى هذا الأساس، إذا أردت الحصول على أفضل المناصب والترقية في مجال عملك، عليك أن تكون متميزا وذا كفاءة عالية. ومن أجل أن تكون كذلك، عليك أن تواكب التطور الحاصل في مجال عملك، وذلك يكون عن طريق طلب العلم والمعرفة في مجال تخصصك، وذلك يكون بتخصيص وقت تتعلم فيه وتطور من مهاراتك وخبراتك الشخصية والعملية. إن عالم العمل والأعمال يتطور بصورة رهيبة جدا. لقد انتقلت الحضارة الإنسانية من عصر إلى آخر في فترة زمنية وجيزة. قبل بضع سنين كنا في عصر الزراعة. في ذلك الوقت اعتمد النجاح المهني بشكل أساسي على القوة البدنية والقدرة على التحمل. وبعدها جاء العصر الصناعي. لم نعد نعمل في الحقول بل في المصانع. وهناك كان النجاح المهني يعتمد إما على القدرة على تشغيل الآلات أو العمل في الإدارات. فالعامل يحتاج إلى تعليم ومعرفة بسيطة جدا ليضمن الازدهار والاستقرار في حياته المهنية. في ذلك الوقت أي في عصر الصناعة كان المخطط بسيطا جدا. لقد أمضينا الجزء الأول من حياتنا في تعلم المهن، وجزء آخر من حياتنا نقوم بهذه المهن ثم نحصل على التقاعد. لكن هذا النمط الذي كان سائدا في العصر الصناعي تغير تغيرا جذريا عندما انتقلنا إلى عصر التكنولوجيا والتقنية. وهذا ما سمح لنا من الانتقال من نموذج من التوظيف مدى الحياة إلى نموذج قابلية التوظيف مدى الحياة. في هذا الاقتصاد المعرفي الذي يحمل اسمه جيدا، فإن الابتكار التكنولوجي جعل وظائف ومهن تختفي لتظهر وظائف ومهن جديدة. وأنت يجب أن تكون قادر على مواكبة هذا التطور والازدهار التكنولوجي والمعرفي من أجل أن تكون دائما في السباق الوظيفي. ومن أجل أن تواكب هذا التطور التكنولوجي يجب عليك أن تخصص على الأقل ساعة يوميا في الاستثمار داخل عقلك وفي الاستثمار في ذاتك. يجب أن تخصص ساعة كل يوم للقراءة والدراسة وتدوين الملاحظات في مجال عملك، وعلى اطلاع دائم على المجالات الأخرى. إذا كنت تعمل ذلك لأقل من ساعة في اليوم فأنت تتراجع إلى الخلف والآخرون يتقدمون إلى الأمام. أما إذا كنت تفعل ذلك لمدة ساعتين كل يوم فأنت في الطريق الصحيح، وستكون من الأشخاص الناجحين في حياتهم المهنية، وقد تكون من القادة ومن أصحاب أكبر الشركات في العالم. والآن سنقوم برؤية بعض الطرق للحصول على وقت أكثر للتعلم والتطور الشخصي. إذا كنت عاملا في شركة أو طالب في الجامعة، يمكنك أن تستغل وقت الذهاب والرجوع إلى العمل أو الجامعة من أجل قراءة الكتب أو المقالات العلمية، ويمكنك الاستماع إلى الكتب الصوتية أو المحاضرات العلمية والأدبية الصوتية والبودكاستات في كثير من المجالات والميادين، وهذا ما سينمي من قدراتك المعرفية ويزودك بالخبرات. فعلى سبيل المثال إليك هذه القصة الافتراضية. سنأخذ شخصا افتراضيا يدعى آدم.
فلنفترض أن آدم هذا هو طالب سنة أولى جامعي، يقوم بالذهاب والرجوع من الجامعة باستخدام الحافلة، ويستغرق 30 دقيقة من أجل الذهاب إلى الجامعة و30 دقيقة من أجل الرجوع إلى البيت. هذا يعني ساعة واحدة كل يوم. يعتبر آدم من الطلاب المجتهدين ومن الطلاب الواعين عن أهمية استغلال الوقت أحسن استغلال، وذلك من أجل التفوق والنجاح الدراسي. وعلى هذا الأساس يريد استغلال كل دقيقة من وقته من أجل طلب العلم والمعرفة، وعلى هذا قرر استغلال وقت الذهاب والرجوع من الجامعة والمقدر بساعة واحدة يوميا، وذلك بقراءة الكتب الورقية أو الاستماع إلى الكتب الصوتية، وذلك طوال السنة الجامعية. فلنفترض أن آدم يدرس 6 أيام في الأسبوع، هذا يعني 24 يوما في الشهر. إذا أخذنا ساعة واحدة كل يوم على مدار 6 أيام، نجد أن آدم قام بالقراءة لمدة 6 ساعات في الأسبوع، وهذا الوقت يكفي بالاستماع إلى كتاب يحتوي على 100 صفحة بمقدار 16 صفحة في اليوم. وإذا أخذنا ساعة واحدة كل يوم على مدار 24 يوما، وهي أيام الدراسة الشهرية، نجد 24 ساعة شهريا. وإذا أخذنا أن آدم يقوم بالاستماع إلى كتاب صوتي كل أسبوع، نجد أنه يقوم بالاستماع إلى 4 كتب صوتية كل شهر، وهذا رقم جيد جدا. إن هذا العدد من الساعات والكتب الصوتية كبير جدا، ويمكن لأي شخص تعلم مهارة جديدة في غضون شهر فقط. فهناك كاتب اسمه كوفمان ألف كتاب بعنوان أول 20 ساعة، كيف تتعلم أي شيء بسرعة. لخص الكاتب فكرته فيما يلي: حسب هذا الكاتب يمكننا تعلم أي مهارة في 20 ساعة فقط، وهذا ما قام به شخصيا، إذ تعلم عدة مهارات في هذه المدة القصيرة. وإذا قمنا بالرجوع لآدم، فإن 24 ساعة كل شهر تمكنه من تعلم مهارة جديدة كل شهر، وهذا سيجعله من أنجب الطلاب في الجامعة ومن الأشخاص القادة في المستقبل. وماذا لو قمنا بحساب هذا العدد لمدة سنة واحدة؟ 24 ساعة كل شهر على مدار 10 أشهر من الدراسة، نجد 240 ساعة سنويا، وهذا يعني 40 كتابا صوتيا في السنة. وهذه الأرقام ضخمة جدا، وتجعل من آدم شخصا مثقفا ورائدا في مجاله. فكر معي، ماذا لو كان آدم أحرص على وقته وقام باستغلال كل الأوقات الضائعة الأخرى، مثل أوقات الانتظار عند الطبيب، أو أوقات جدوله الدراسي الفارغ بين حصة وأخرى، أو غياب أستاذ ما في طلب العلم والمعرفة؟ هل يمكنكم أن تتصوروا العدد الهائل من الساعات التي يمكنه استغلالها في طلب العلم والمعرفة؟ والغريب أن الكثير من الناس يعتبر هذه الأوقات الضائعة كأوقات ميتة يضيعونها بلا فائدة، ولا يستغلون أحسن استغلال. إن هذه الطريقة ليست خاصة على الطلاب، بل هي عامة على كل شخص، سواء كان سائقا أو عاملا في شركة أو لحسابه الخاص، أراد استغلال وقته بطريقة مفيدة. وأتمنى أن تكون من هؤلاء الأشخاص الذين يستغلون أوقاتهم أحسن استغلال. الهاتف. الطريقة 17 لإدارة الوقت هي عدم تضييع الوقت في الهاتف. منذ ظهور الهاتف صار التواصل مع العائلة والأصدقاء سهلا جدا، إذ أن الهاتف يجعل المسافات البعيدة قريبة، ويسمح لنا بالتواصل مع الأصدقاء في كل أنحاء العالم. ولهذا نعتبر الهاتف جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وهو عبارة عن أداة اجتماعية تقرب الناس فيما بينهم. وبسبب هذه العلاقة المتميزة بين الإنسان والهاتف، صار الشخص لا يستغني عن الهاتف. ولكن كشخص بالغ وواعي، يجب أن تتغير هذه النظرة وهذا التفكير ب 180 درجة عندما نستخدم الهاتف في حياتنا المهنية. ويجب أن ندرك أن الهاتف أداة مخصصة للعمل وفقط، مثله مثل الحاسوب والآلة الكاتبة وآلة التصوير. من أجل أفضل استخدام الهاتف في مقر العمل، إليك بعض القواعد التي يجب عليك أن تحترمها من أجل أحسن استخدام الهاتف ولوقتك الثمين. كلما احتجت لاستخدام الهاتف في إطار العمل، استخدمه،
وبعد أن تنهي الاتصال اتركه جانبا واذهب لمواصلة العمل الذي كنت تقوم به. إذا كانت لديك عدة مكالمات في اليوم، قم بإجرائها جميعا في وقت واحد، وهذا ما رأيناه في هذا العمل وسميناه بمهام القلق. كلما قمت أنت بالاتصال هذا الأمر يسمح لك باختيار وقت ومدة المكالمات. إن اختيارك لوقت الاتصال يجب أن يكون بعد قيامك بإنهاء كل مهامك الأولية، واختيارك لمدة المكالمة هذا يسمح لك بالتحكم في وقت المكالمة كي لا تأخذ أكثر من وقتها المستحق. من أجل عدم تضييع الوقت في المكالمات، ابدأ بالدخول في الموضوع مباشرة، وهذا يكون بطرح هذا السؤال: ماذا يمكنني أن أفعل من أجلك؟ أو قم بطرح هذا السؤال الآخر: بماذا يمكنني أن أساعدك؟ إن طرحك لهذا السؤال يبعث رسالة مباشرة للشخص الذي سواء اتصل بك أو اتصلت به أن هذه المكالمة عبارة عن عمل وفقط، ولا يجب أن تخرج عن إطارها المهني. يجب أن تعلم هذا الأمر جيدا، كثير من الناس مهدرين للوقت، وأغلبيتهم ليس لديهم أهداف واضحة في حياتهم، ولا أولويات ولا خطط يسيرون عليها، وليس لديهم اهتمام بأن يحققوا النجاح في حياتهم الشخصية والمهنية. والعجيب أنهم يعتقدون أنك مثلهم تعيش دون أي هدف في الحياة، إذ يعتقدون أنه لأن وقتهم لا يساوي أي شيء فإن وقتك أيضا لا يساوي شيئا. وعلى هذا يجب عليك أن تكون حذرا من السقوط في فخ هؤلاء الأشخاص، وحذار أن تتشبه بهم فتعيش دون روح ولا هدف في الحياة. لا تقم بإجراء أو الرد على أي مكالمة دون أن يكون معك قلم وورقة في يدك من أجل تسجيل كل الملاحظات والأرقام المهمة. خذ هذه القاعدة مبدأ في حياتك المهنية. الانضباط في المواعيد. الطريقة 18 لإدارة الوقت هي الانضباط في المواعيد. في عالم العمل هناك الكثير من الأمور التي تجعل سمعتك جيدة لدى الآخرين، ومن بين أهم هذه الأمور هو الانضباط في المواعيد. الانضباط في المواعيد يعني أن تكون دائما في الوقت المحدد عندما يكون لديك لقاء أو محاضرة أو اجتماع. إذا أردت أن تتميز عن الشخص العادي، كل ما عليك فعله هو أن تطور سمعة الانضباط في المواعيد، وهذه الصفة الإيجابية تجعل الآخرين يأخذون فكرة وانطباعا إيجابيا عنك، وهذا بأنك شخص ملتزم وتحترم مواعيدك. إذا سألت شخصا ما رأيك في هذا الشخص أو ذاك، وكان هذا الشخص منضبطا في مواعيده، كانت الإجابة بأن هذا الشخص لديه ثقة في نفسه ويمكن الاعتماد عليه، وهو شخص يتميز بالذكاء والفطنة وله قيمة كبيرة، ومن المرجح أن تتم ترقيته في وقت سريع، وكذلك يمكن إعطاؤه مسؤولية أكبر، وهذا أكثر بكثير من الشخص المتأخر طوال الوقت. الشخص المتأخر طوال الوقت لا يمكن الاعتماد عليه، فهو غير منضبط ومدير سيء للوقت وغير قادر على تحمل المسؤوليات الكبرى. هناك مبدأ يسمى 15 دقيقة مبكرا، وهذا يعني أنه كلما كان لديك موعد يجب أن تذهب 15 دقيقة مبكرا لهذا الموعد، وبهذا ستتجنب التأخر عن ذلك الموعد، فأن تأتي مبكرا أفضل بكثير أن تأتي متأخرا. وفي النهاية لا تنسى الاشتراك في القناة، فهذا يساعدنا من أجل المواصلة. شكرا لك.